هاي نتفليكس هي خدمة بث البرامج والعروض والأفلام عبر الإنترنت أونلاين ستريمينج، وبتقوم بإنتاج بعض الأعمال، وهي من أكثر خدمات البث عبر الإنترنت شعبية بالعالم. بتعود فكرة إنشاء نتفليكس لسنة 1997 لما مؤسسة ومديرة التنفيذي ريد هاستينجز تأخر بإعادة فيديو فيلم أبولو 13 لأحد المتاجر المتخصصة بهالمجال، فتم تغريمه 40 دولار. بيبلغ متوسط مشاهدة المشترك لنتفليكس حوالي 90 دقيقة يومياً. أول محتوى فيديو أنتجته نتفليكس كان فيلم تجريبي، وسكان الولايات المتحدة بيقدروا يحضروا الفيديو إذا كتبوا Example Show. أكثر العروض مشاهدة عبر نتفليكس هي المسلسل الأمريكي Breaking Bad. مين قال إنه إحدى الوظائف يلي بتطلبها نتفليكس هي مشاهدة المحتوى ورصد التفاعل معه؟ يعني في ناس تقبض لتحضر؟ أنا قال، شوفكم بكره.